هذه الثلاثية اللي تكلم عليها محمد ممكن عدلها في الشوط الثاني السيد شاموسكا في الانتشار وبالتحديد جد الكرات العرضية كثيرة للتعاون نتج منها هدف. علي كاكو رجل المباراة، اعتقد كاكو يوم بعد يوم ومباراه بعد مباراه يثبت احصائيات اللي جالس يقدمها، المستويات الكبيره، صناعه للاهداف وتسجيل الاهداف، كل هذه الاشياء كاكو من اللاعبين المميزين. اليوم مثل هذه المباريات اللي فيها تكتلات دفاعيه كثيره من الاتفاق يحتاج لك نوعيه لاعب مثل كاكو في نوعيه الكواليتي مال الكروس والكرات الثابته، تعطيك فارق جدا كبير. اليوم صناعه للهدف اللي اجى للتعاون يدل لك على قيمه هذا اللاعب. يمكن انتم تكلمتوا التغطيه الدفاعيه ما كانت مميزه من الاتفاق، ولكن انا اقول لك ان الكواليتي علي تسع فرص ما شاء الله، علي تسع فرص ما شاء الله صانعها في المباراه. اي اكيد هذا الفارق، هذا الفارق. واعتقد انه من الاشياء اللي ممكن التعاون انه يضيفها انه يجيب لاعبين على جوده اعلى في الجانب الهجومي، لانك عندك صانع العاب جدا مميز ممكن يفرق لك في كل مباراه. احمد نقفل الملف، لك تعليق على مباراه التعاون والاتفاق؟ محمد لا، هي مباراه اعتقد انها يمكن الاتفاق كان اقرب لنتيجه المباراه، ولكن طبعا انه تعادل عادل اعتقد.